السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يسعد مساء الجميع بكل خير. معنا اليوم قطعة خاصة في بنادق الـ 457 من شركة سيزد، قطعة لتخفيف الزناد اللي هي هذا اسمها السبرينج. هذا بنركبه ان شاء الله، هنوريكم طريقة تركيبه ونقوس بعد ما نركبه كم القوة والوزن الخاص بالزناد. نقول بسم الله ونبدأ. اول حاجة نعملها نفك الستوك اللي هو الخشيب من البندق. الآن فكينا ستوك ونبدأ نشتغل على البندق. طبعا البندق اللي الآن بنشتغل عليها اللي هي اللونج رينج الـ LRB من شركة سيزد 457. نتأكد قبل كل شيء في بيت النار حاجة، نتأكد بالنظر فقط، نتأكد بالنظر وما هو فقط سحبت البولت. الأمان مهم والأمان من الله سبحانه وتعالى. الآن بعد ما فكينا ستوك، أول خطوة نقوم فيها هي تحرير المفك هذا، الصامولة هذه بمفك 7 ملي. نفكه ونطلع الصامولة، وبعدين نطلع بألنكي 2 ملي نطلع المسمار هذا. طبعا انا مرخيه سابقا علشان اخفف عليها. الان نجي نطلع الزناد. الان نجي نطلع الخابور هذا، القطعة هذه، ونرفعه نتكيه على حاجة لاجل لا يأثر في الفرش اللي تحت. تحته مثل الزرادية هذه، حاجة تكون ربل كذلك لاجل لا تجرح الزناد. ونجي الآن ونحط القطعة هذه ونبدأ ندف ونضرب ضرب خفيف على المسمار. الآن بعد ما دقيناه في القطعة هذه نلاحظ انه طلع الآن بارز من هنا. الآن نسحبه بالزرادية ونطلع الخابور. الآن طلعنا الخابور زي ما تشوفون. نجي الآن نطلع الزناد شوية شوية ويطلع مع السبرينج الخاص فيه، هذا السبرينج اللي نبغى نغيره الآن. هذا الآن السبرينج اللي بالأعلى، السبرينج الأساسي اللي جاي من الشركة، وهذا السبرينج الصغير اللي احنا بنستخدمه اللي هو هذا الخفيف. نجي الان نحط عليه شوية شحم، الشكل هذا، ونركبه في مكانه هنا. وكذا ركبناه بمكانه. الان نرجعه نفس ما طلعناه بالضبط. الآن رجعناه، نجي ناخذ الخابور ونركبه، نحركه حتى يتساوى في مكانه، وبعدين نركب الخابور فيه. الآن ركبناه مكانه، ولو نلاحظ كيف الخفة، الآن خفة السبرينج، ونبي نقوس إن شاء الله بالجهاز بعد ما ننتهي بإذن الله. الآن نجي ونرجع المسمار والصامولة اللي فكناه في بداية الفيديو. نجي الآن نركب المسمار، وهذا المسمار ركب، ونجي الآن نركب عليه الصامولة. بعد ما نركب الصامولة نمسك المسمار بألنكي
2 ملي ونشد على الصامولة في في مفك، وين راح ذا؟ ايه هنا، نشد عليها في 7 بالشكل هذا. يفضل الشد بالمختوم اسهل بالشكل هذا. خلاص الان شديناها انتهت. الان ركبنا البولت، بنركب الستوك الان وبعدها نشوف كم يعطينا الوزن للزناد. الان وبعد ما انتهينا نبي نجرب الان كم الوزن للزناد. نقول بسم الله. ما شاء الله تبارك الله. مرة ثانية. ما شاء الله تبارك الله. اولا اشكر اخوي ابو راشد الهاجري على ارسال القطع هذه، الله يبيض وجهه ومن يسمع. وارجع اقول تخفيف الزناد بشكل يدوي واجتهاد، مثل اللي يستخدمون يعني يستخدمون صنفرة او شيء، ترى هذه يا اخوان خطر. لذا هذه من الشركة يعني آمنة، يعني الشركة ما تغامر وتحط حاجة منها خطر. وما شاء الله تبارك الله، وافلح من ذكر الله، واتمنى اني قدمت شيء مفيد، والله يوفقنا وياكم لما يحب ويرضى.